السنة. إذن أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور عبد الرحيم ملا زاده، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. دكتور عبد الرحيم، السلام عليكم وتحية لك. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك. إذن انطلاقا من هذه المشاهد التي عرضناها قبل قليل دكتور عبد الرحيم، ما هي سياسة إيران المتبعة تجاه مساجد أهل السنة؟ سياسة إيران منذ عام 79 إلى يومنا هذا تجفيف المنابع العقدية والمادية. المادية الأمر واضح، لكن العقدية الهوية الباقية لأهل السنة في إيران كمؤسسة الوحيدة هي المساجد والمدارس، لا يوجد لهم شيء آخر يمثلهم إطلاقا، لا حزب ولا جماعة ولا مؤسسة ولا شيء إلا مساجد والمدارس. نعم. هذه المساجد والمدارس بنيناها خلال قرون ليس من الآن. طيب، إيران تعترض على الدولة الصفوية أنها لم تكمل تشيع إيران، وتصنن إيران ما هو السبب؟ ما سبب استمرار تصنن إيران؟ المنابع مساجد والمدارس، الأبرز مساجد والمدارس. ولذا منذ إنشاء هذا الكيان الصفيوني بدأ هدم المساجد والمدارس، لكن بطريقة خبيثة، أعتذر من هذه الكلمة، بطريقة ذكية، أي يدعون الناس لوحدة إسلامية حتى يرجموهم ويهدوا المساجد والمدارس. على سبيل المثال، عام 79 أنا كنت في إيران، 79 إيرانية، اليوم 1492 تقريبا. مسجد الشيخ فيث المشهد كان أكبر من هذا المسجد الذي أنتم أردتوها بكثير، هذا مسجد عادي نسبيا، مسجد له تاريخ 200 سنة باسم الشيخ فيث، وأصلا مدينة مشهد مدينة سنية كانت، طوس، إمام غزالي من طوس، هارون الرشيد إلى الآن مدفون، أو مأمون إلى الآن مدفون هناك. نعم. وإمام الرضا السني إلى الآن مدفون هناك، جعلوا شيعة. طيب، لما هدوا المسجد، قبل ما يهدوا المسجد ماذا عملوا؟ مؤتمر وحدة الإسلامية بين سنة وشيعة. أنا أعطيت ملف في المسجد للشيخ سيد شعبان رحمه الله، وأعطى الملف للرفسنجاني. الرفسنجاني قال يا شيخ، جمهورية الإسلامية تهد المساجد؟ لا، الخلاف بشأن حديقة خارج المسجد. بمجرد ما انتهى المؤتمر بعده بأسبوعين هدوا المسجد وزرعوا مكان مسجد 200 سنة تاريخه. نعم. زرعوا مكان وأشجار باسخات كأنه لم يكن هناك شيء. لا حول. هذا النظام نظام منافق. المنافق التعامل معه أصعب بكثير من الكافر. طيب، ولا يوجد في إيران، قلما تجد مدينة لم تهدم فيها مسجد أو مدرسة.